السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مرحبا بالطلبة والطلبة الكرام في هذا الملخص الذي يخص القواعد الفقهية. أول شيء نبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى هو معنى القاعدة الفقهية. تعريف القاعدة الفقهية. إذن القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب. إذن هذا تعريف القاعدة الفقهية، قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب، ثم ننتقل إلى تعريف الضابط الفقهي. ما معنى الضابط الفقهي؟ الضابط الفقهي هو كذلك قضية كلية وقضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب. إذن المرجو الانتباه، فالقاعدة تنطبق على أبواب، أما الضابط فينطبق على فروع من باب. مثلا القاعدة عندنا باب مثلا الطهارة، باب الصلاة، باب الحج، وهكذا. في تحت كل باب مجموعة من الفروع، باب المياه، باب الوضوء، باب يعني هذه فروع. قلنا الماء، الوضوء، الغسل، التيمم، وهكذا، هذه فروع. الصلاة مثلا فرائض الصلاة، سنن الصلاة، صلاة الجماعة، صلاة العيدين، هذه فروع. الحج كذلك في مجموعة من الفروع. فالقاعدة الفقهية قضية كلية فقهية منطبقة على فروع الأبواب، منطبقة على فروع من أبواب. إذن فالقضية تنطبق، تدخل فيها مثلا في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج، فهي منطبقة على فروع من أبواب، هذا باب وهذا باب وهذه فروع تحت. يعني القاعدة تكون منطبقة على جميع الفروع التي هي تحت هذا الباب. أما الفرع، عفوا، الضابط فهو قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب. إذن فالضابط يخص باب واحد. مثلا هنا نتحدث عن ضابط إذا كان يتعلق بأبواب الطهارة أو مجموعة من الأبواب في الطهارة، يعني تدخل تحت هذا الضابط مجموعة من الأبواب في الطهارة يسمى ضابط. وسنأخذ بعد أمثلة، لكن الآن نأخذ التعريف المتشابه. إذن فيما يخص التعريف فهو بسيط جدا، قاعدة كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب، إذن هذه القاعدة. الضابط الفقهي هو قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب واحد، تخص باب واحد. ثم ننتقل إلى علم القواعد الفقهية. إذا الآن عندنا ثلاث أشياء، عندنا القاعدة الفقهية، وعندنا الضابط الفقهي، وعندنا القواعد الفقهية. ما معنى القاعدة الفقهية أو علم القواعد؟ إذن هو العلم بالقضايا الكلية
علم بالقضايا الكلية الشرعية العملية. العملية ومدى انطباقها على فروعها، على فروعها. إذن هذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والعلم أو علم القواعد، علم القواعد الفقهية. إذن علم القواعد الفقهية هو العلم بالقضايا، علم بالقضايا الكلية الشرعية العملية ومدى انطباقها على فروعها. فالتعريف المجموع أن العلم بماذا؟ بالقضايا الكلية الشرعية اللي مرتبطة بالشرع، لكن مرتبطة بما هو عملي من الشرع ومدى انطباقها على فروعها. فنأتي مثلا إلى قضية ما ونبحث هل هي منطبقة على جميع الفروع. فإذا كانت منطبقة على جميع الفروع في مجموعة من الأبواب فتسمى قاعدة، وإذا كانت منطبقة على فروع من باب واحد فتسمى ضابط. هذا هو المعنى. ثم ننتقل إلى أقسام القواعد، أو قبل الأقسام نأخذ مصادر. ما هي مصادر القواعد؟ القواعد الفقهية، من أين تستنبط القواعد الفقهية؟ من أين نأخذها؟ مصادر القواعد الفقهية، المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية، المصدر الثالث الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ثم الاجتهاد، اجتهاد العلماء. إذن القرآن هو أول مصدر لاستنباط المصادر، لاستنباط القواعد الفقهية التي سنتحدث عنها. من بين القواعد المستنبطة من القرآن الكريم المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فهذه القاعدة مستنبطة من القرآن. كذلك قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة. السنة من بين القواعد المستنبطة من السنة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. كذلك الضرر يزال، هذه قاعدة مشتقة من السنة. من الصحابة مقاطع الحدود عند الشروط، مقاطع الحدود عند الشروط مستنبطة من حديث عمر رضي الله عنه، مقاطع الحدود عند الشروط. كذلك ليس على صاحب العالية ضمان، ليس على صاحب العالية ضمان. الاجتهاد من بين القواعد المستنبطة من الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الثاني، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الثاني. إذا اجتهد أحد العلماء وأتى مجتهد آخر بعده اجتهد خلافه فلا ينقض اجتهاده الأول، فهذه القاعدة مستنبطة بالاجتهاد. ثم ننتقل إلى أقسام القواعد من حيث الشمول والصلة. أقسام القواعد، يعني القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة. تنقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة إلى قسمين. القسم الأول قواعد مشتملة على جميع الأبواب، وقواعد مشتملة قسم ثاني قواعد مشتملة على مسائل.
على مسائل متعلقة بأبواب معينة أو أبواب محدودة. إذن هذه قواعد كلية وليست ضوابط، لأننا قلنا أن الضابط مرتبط بأبواب، أما القاعدة فمرتبطة الضابط مرتبط بباب واحد، أما القاعدة فمرتبطة بمجموعة من الأبواب أو بكل الأبواب. وهذه القواعد المشتملة على جميع الأبواب كذلك تنقسم إلى قسمين، عندنا القواعد الخمس هذه القواعد الكبرى التي يدخل تحتها جميع الأبواب، وهي الأعمال، القاعدة الأولى الأعمال بمقاصدها. هذه القاعدة الأولى الأعمال بمقاصدها تدخل في جميع الأبواب، فما من باب من أبواب الفقه إلا ويندرج تحت هذه القاعدة. فما من عمل لا بد فيه من نية من مقصد. ثم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فهذه قاعدة كلية تدخل في جميع الأبواب، قاعدة كلية تدخل في جميع الأبواب. وأحد تنبيه هنا أن مسألة الوضوء، مسألة الوضوء مثلا توضأ الإنسان لصلاة الظهر وصلى الظهر وجاء العصر، جاءت صلاة العصر، فشك هل بطل الوضوء أم لا، يعني شك في بطلان الوضوء، شك في بطلان الوضوء لأنه توضأ في صلاة الظهر وصلى الظهر جاء العصر فشك في بطلان الضوء. إذن هنا عنده شك وهنا عنده يقين أنه متوضئ، يقين على وضوئه. إذن فهنا القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، فهو عنده يقين هنا وهنا عنده شك، فهذا اليقين هنا لا يزول بالشك. إذن فهذه القاعدة، إذن يصلي صلاة العصر، إذن فهو لازال على وضوء لأن اليقين لا يزول بالشك. لكن المالكية هذه القاعدة ليست القاعدة لغير صالح، القاعدة معتبرة عند الملك، وقد خالف في هذه المسألة، قالوا أن يعني هذا الوضوء تتعلق به الصلاة، وذمة المكلف لا يعني لا تزول إلا بيقين، يعني باش يؤدي الصلاة دي خصو يكون عنده يقين، وهذا اليقين يعني غير معتبر بهذا الشكل لأنه هناك شك، وبالتالي إذا شك فيجب عليه الوضوء عند الملك، لأن ذمة المكلف متعلقة باليقين، وهنا عنده وشك، فلا يعني لا تزول هذه الذمة. إذن هذه هي مسألة الخلاف. إذن الأعمال بمقاصدها قلنا، القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يعني في الصفا يعني يباح للصائم أن يفطر، لأن في الصوم مشقة، كذلك المريض يباح له أن يصلي حسب ما استطاع جالسا قاعدا نائما يعني أو متكئا عفوا. ثم القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرر. القاعدة الخامسة وهي العادة محكمة، هذه قاعدة كلية. إذن فهذه هي القواعد الخمسة القواعد الخمسة التي يدخل تحتها جميع، ومن بين القواعد الكبرى كذلك قواعد لا تشمل جميع الأبواب، وهو القسم
الثاني من القواعد المشتملة على جميع الأبواب. ثم ننتقل إلى قواعد مشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة. من بين هذه القواعد مثلا قاعدة كل ميتة نجسة إلا السمك، كل ميتة نجسة إلا السمك والجار. قاعدة كل ميتة نجسة إلا السمك والجار. فهذه قاعدة يعني تخص مجموعة من الأبواب وليس كل الأبواب. كذلك كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلته، كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلته. كذلك قاعدة كل ماء مطلق لم يتغير فهو طاهر، كل ماء مطلق لم يتغير فهو طاهر. كذلك قاعدة كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ، كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ. إذن فهذه قواعد مشتملة على مسائل مختلفة بأبواب محدودة. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الفرق بين القواعد الفقهية. عندنا القواعد الفقهية وعندنا القواعد الأصولية. ما معنى القاعدة؟ ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية القاعدة الأصولية منضبطة وجزئياتها غير كثيرة، يعني قليلة جزئياتها قليلة. أما القاعدة الفقهية فهي غير منضبطة وجزئياتها كثيرة. كذلك القاعدة الأصولية تنطبق على جميع الجزئيات التي تدخل تحتها، تنطبق على جميع الجزئيات مثل الضابط، أن الضابط قلنا تدخل تحته جزئيات معينة محدودة مثل الضابط. والفقهية أغلبية، يعني لا تدخل تحتها كل، وإنما هي أغلبية لا كلية. رغم أننا نقول القواعد كلية فهي ليست كلية على الراجح، إنما أغلبية. كذلك القاعدة الأصولية تهتم بدلالة الألفاظ، هذا لفظ عام، هذا لفظ خاص، هذا يفيد الوجوب، هذا يفيد الإباحة، تهتم بدلالة الألفاظ. والفقهية تهتم بعمل المكلف، تهتم بعمل المكلف. هذا هو الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الكلية، وهذه بعض الفروق لكي لا نطيل، لأن هذه كما ذكرنا هي عبارة عن ملخصات وليس إجمالا للكلام في المسألة. ثم ننتقل إلى الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية، لأننا عندنا قواعد وعندنا نظريات. القواعد النظريات
القواعد الفقهية أحكام، هي عبارة عن أحكام، هي عبارة عن أحكام كلية. أما النظريات فهي دراسة عامة وليست أحكام، فهي دراسة للقواعد وليست أحكام. كذلك القاعدة الفقهية كما رأينا تتضمن أحكاما بالنسبة إلى المكلف. أما النظرية فلا تتضمن حكما في ذاتها، وإنما هي دراسة عامة. إذن هذه بين الفروق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية. ثم ننتقل إلى ما يسمى بالكليات. فما معنى الكليات؟ إذن الكليات هي القضايا المصدرة بكلمة كل، يعني كل قضية مصدرة بكلمة كل فهي تسمى كلية. وكذلك وهي القواعد والضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية إذن فهي قضايا مصدرة بكل التعريف الأول، وكذلك هي القواعد والضوابط الفقهية. إذن فهي قاعدة إذا دارت قضية حول أبواب متعددة، وهي كذلك ضابط إذا دارت حول باب أو حول فروع باب واحد. من بين القواعد الأصولية قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فهذه قاعدة كلية. أدلتها من الكتاب ومن السنة، ومن السنة. من الكتاب قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن فهذه الآية دليل على أن الأمور بمقاصد، أي الإخلاص، فلا بد من الإخلاص في جميع العبادات التي يقوم بها العبد. وقال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فالأعمال يشترط فيها النية. إذن فالقاعدة الأولى الأمور بمقاصدها أصلها الكتاب والسنة. كذلك القاعدة الثانية وهي قاعدة الضرر يزال، أو تسمى كذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار. دليلها من الكتاب قوله تعالى:
ولا تمسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذن فهذه الآية دليل على أن الضرر يزال ضرر يزال. وقوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذا دليل على أن الضرر يزال. وكذلك أن هذه القاعدة يعني تندرج تحتها فروع متعددة. قاعدة الضرر يزال تندرج تحتها فروع متعددة. ما يندرج تحتها؟ تندرج تحتها مجموعة من المسائل، منها الضرر لا يزال بمثله، يعني الضرر يشترط فيه أن يزال بشيء أقل منه، لا يزال بنفس الضرر. ثم كذلك يتحمل الضرر الخاص لتحمل الضرر العام. مثلا الزيت دابا في هذا الوقت غالي على المواطنين، فهذا ضرر عام وقد تتحمل فيه. مثلا إذا نقص الثمن قد تتحمل بعض الشركات خسائر، فهذا ضرر خاص مثلا الشركات، فهذا يعتبر ضرر خاص، فيتحمل الضرر الخاص تحمل الشركة الخسائر لكي يزول الضرر العام. هذا مثال لهذه القاعدة. كذلك الضرر الأشد يزال بالأخف. الضرر الأشد يزال إذا كان ضرر شديد وضرر خفيف، فالضرر الشديد يزال بالضرر الخفيف. إذا هذه بعض أمثلة وبعض يعني ما يدرج تحت قاعدة الضرر يزال. وهذه هي أهم المسائل في مادة القواعد الفقهية. وما كان من توفيق فمن الله تبارك وتعالى، وما كان من خطأ فمني، المرجو التصحيح. بارك الله فيكم، والحمد لله الذي وفقنا لهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.